السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب دايما تكونوا بخير وانتوا بتسمعوني دلوقتي. ولو اول مرة بتشوفيني ما تنسيش تدوسي لايك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي الجامدة جدا. النهاردة بإذن الله هقولك ازاي تقدري تعملي بسكويت العيد اللي بالشوكولاتة، جميل زي اللي انت شايفاه قدامك دوت، ومكوناته سهلة جدا ومتوفرة في البيوت. تعالي يلا نشوف المقادير بتاعتنا، سهلة جدا وبسيطة. معايا نص كيلو من الدقيق نخلاه، ومعايا كمان 300 جرام من الزبدة، انا بستخدم زبدة نيوزيلندي، ومعايا معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر، ومعايا بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، وشلت نص كوباية من الدقيق وحطيت مكانها نص كوباية من الكاكاو الخام الأسباني، ومعايا كمان كوباية من السكر البودرة ونص كوباية من اللبن، ويكون اللبن دافي زي دمعة العين، ما يكونش ولا سخن ولا سقعان، فخلي بالك برضو من التكات ديت هتفرق. ولو مش حابه الكاكاو يكون كتير معاكي غامق في البسكوت، هتقدري ان انت بدل ما تشيلي معلقتين من الدقيق وتحطي بدلهم معلقتين من الكاكاو تستخدمي معلقه واحده فقط. هحط هنا عندي الزبده بتاعتي في الحله بتاعه العجان او المضرب، وهستخدم كده زي ما انتم شايفين بالمضرب على طول. هضرب الزبده الاول لوحدها، وبعد كده اول ما اتاكد ان هي كريمي هنزل عليها بالسكر واضربهم كويس لحد ما تبقى كريمي، وهجيب كمان الجوانب عشان اتاكد ان كله اختلط عندي كويس. وبعد ما اتاكد ان القوام عندي بقى كريمي وناعم هضيف البيض، بيضه بيضه عشان ما يفكش معايا، يكون القوام كريمي برضو زي ما انا عايزه. وانا حاطه هنا على البيض بتاعي نقطتين من الفانيليا السايله، وبعد ما اتاكد ان البيضه مش باينه خالص في قلب الخليط بتاعي هضيف البيضه التانية. زي ما انتم شايفين لونها بقى فاتح جدا، هضيف بقى بقيه المكونات. هستخدم اللبن، هحط عليه الكاكاو، ممكن انت تحطي الكاكاو على الدقيق بس انا حبيت اللبن يكون على الكاكاو، يكون اكتر باين في الكريمه، هيكون كريمي اكتر معايا مع الزبدة والسكر والبيض، فهيكون سهل جدا ان هو يتوزع الدقيق، فانا فضلت كده احسن. هلاقي معايا شكل الزبدة وشكل السكر والبيض كأني عاملة كريم شانتيه بالظبط، قوامه زي الكريم كده بالظبط. وبضيف برضو بالتدريج زي ما انتم شايفين، مش بضيف برضو مرة واحدة علشان بس ما يحلش منك، يفضل معاكي مربوط زي ما هو. وهضيف هنا معلقة البيكنج باودر على الدقيق، وهنزل بيهم مرة واحدة على الخليط بتاعي. وبعد ما عملت الخطوة ديت ما تعجنيهاش بقى كتير، يعني لو هتقلبي بايديكي تمام، هتقلبي بالمضرب يبقى على ابطأ سرعة كده. هنا انا وزعت الدقيق عشان بس اما اجي استخدم المضرب ما يعفرش على الطاولة. كده تمام، انا هستخدم المضرب على ابطأ سرعة. وتضربي فيه لحد ما العجين بتاعك يختلط بالدقيق، مش هضرب فيه كتير لاني لو ضربت فيه كتير هتكون بسكوتة معايا مش هشة، فخذي بالك برضو من التكة ديت ان انت بتضربي بس بتضايق كمية الدقيق. وده كان شكل القوام بتاعها كريمي خالص. وهحط كمية في الكيس بتاع البلبلة اللي انا وريته لكم قبل كده اللي هو على شكل البسكوت، وبنستخدمه برضو في عمل تزيين التورت، بيتعمل على شكل سبت ورد. انا مقربة هي عشان اوريهالك اكتر، انا ايديا بتبقى مرفوعة عن الصاج مش نايمة كده على الصاج، فخدي بالك يعني انا بصي برفع ايديا عن الصاج، وتكون الضغطة واحدة. ولو حابة ان انت تسويها بايديكي هتتسوى معاكي، يعني العجينة مش هتلزق في ايديكي ابدا. ومش بمسك القرطاس من فوق عشان ما يكونش حمل على ايديا وفي الاخر احس ان ايديا وجعتني، بمسك كده كمية صغيرة من تحت عشان حتى كمان اعرف اتحكم في الضغطة بتاعت الدوسة يكون كله نفس السمك.
كل ما بضغط بنزل كمية على قد ايديا، وتحاولي على قد ما تقدري ان انت تفضي الهواء اللي معاكي في قلب القوطاس عشان ما يقطعش معاكي شكل البسكوتة. انا بفضي هنا الهواء كده عشان ما يقطعش معايا شكل البسكوتة، يكون شكلها قصة كده مش شكلها مظبوط. كده تمام معايا. ده كان اول صاج انا عملته، شكله جميل جدا وكل سمك واحد. وهنا برضو لو عندك صينية عادية برضو هقولك تستخدميها عادي، ما فيهاش اي مشكلة. انا هنا مالية القوطاس جامد ومش همسكه من فوق، همسكه من تحت زي ما انتوا شايفين عشان ايديا ما تتعبنيش، وفي نفس الوقت القمع بتاعي ما يفلتش، يعني الكيس بتاعي يتقطع. وابتدي اشكل كده بقية الصواني بتاعتي او الصاجات على حسب الموجود عندك، تقدري تستخدميه ما توقفيش نفسك على حاجة. وبرضو شايفين الشكل والسمك واحد. ودي برضو كانت صينية تانية استخدمتها، حبيت اعرفك ان انا استخدمت صواني عادية خالص، مش شرط ان انت تستخدمي صاجان. وديت الكمية بعد ما خلصتها طلعت معايا 840 جرام، يعني نص كيلو عملي 840 جرام، يعني فرقت معايا كتير وكمان ادتني كمية اكتر. وده كان شكل البسكوت بعد ما عملته، كان هشش جدا ومقرمش جدا واحلى كمان من اللي بيتباع في المحلات، عشان انا كمان مكتره له هنا الكاكاو عشان حابه يكون طعم الشوكولاته باين فيه اكتر. وده كان شكل البسكوت بتاعي بعد ما عملته. لو عجبك بقى الفيديو ما تنسيش تدوسي لايك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من الفيديوهات الجامده جدا. واسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.